اسمع بقى دكتور. فاد فاكر علقة الموت اللي انت خدتها وانت عندك 14 سنة؟ علقة موت خدتها؟ اتنفخت وميها. من مين؟ من ابوك. الله يرحمه ويحسن اليه. دي اول واخر مرة يمد ايده علي. والله العظيم بجد رحمة الله عليه. طب وكان ايه السبب؟ اولا هو كان يربيني على انه راجل ما يتمدش ايده عليه. وانه ما تمدش الايد عليه. الايد عليه. وكان يقول لي الولد او البنت اللي والدها يضربها تستمر الفكرة، ما تبقاش غريبة عليها انه حد يهينها برا. تتعود على فكرة الاهانة. فكان دايما يقول لي اوعى تضطرني في يوم من الايام، انت راجل ما تخلينيش امد ايدي عليك خالص. طب ضربك ليه؟ كان رمضان. وهو كان خلقي جدا في الصيام. وكان مسألة السجارة دي تعمل له مشكلة. وانا روحت اجيب عيش. فعرفة تعرفة بطفل يعني بتاع، وتلكعت وبعدين زحمة وطابور، وتعرفة الصعيد بقى فرن وزحمة وطابور. وجبت العيش وجيت، فاول ما دخلت بقى زهقان بقى وقرفان من اللي حصل لي يعني. هو بيقول تأخرت ليه؟ قلت له بس. وكان دي قعدت فيها اسبوعين بين الحياة والموت، لانه جت من الضرب، ما كنتش عمري اتضربت. فلما الضرب حصل لي حمى، او يعني ما تفهميش اللي حصل لي. طبعا انت يعني زي ما بيقولوا شوح لابوه يعني. حصل لي حمى قعدت اسبوعين بتعالج من الحمى وبتاع، وكانت حالتي النفسيه زي الزفت وبتاع. وكانت هذه هي اول واخر مره في حياته يمد. ممكن دلوقتي تعمل كده مع اولادك؟ عمري ما عملتها. عمرك ما مديت ايدك عليهم؟ ليه؟ هسألهم؟ لا اسأليهم طبعا، لانه انا بربي فيهم الفكره دي، انه ما حد يعني انه كرامتك فوق كل اعتبار، وبالتالي هو مش هيقبل بره انه حد يعمل معاه كده. لان لو انا عملت كده هتقبل انه جوزي يعمل معاه، هتقبل انه مش عارف صاحبه يعمل معاه كده؟ ما ينفعش. صدق يا شيخ الحرى انت بجد هايل، برافو عليك. بس اي كلام تاني في القديم هزعل منك. لا في حته قديمه بقى. قول.